صحيح. الجزء الثاني على المستوى الهجومي انك الماتشات الكبيره مش انت مش محتاج فرص كبيره علشان تجيب اهداف، صح. فكل فرصه تجيلك المفروض استغلها. المفروض تستغلها بشكل كويس. مزبوط. هم دول الجزئين، غير طبعا الكابتن علاء اتكلم عليها والكابتن عادل، ان عمليه الروح وعمليه ان بدون ضغوطات وكل حاجه، لكن الجزئين دول مهمين جدا، انك الفرص اللي تجيلك لازم تحققها او صحيح. تستغلها، لانها مش هتجيلك فرص كتير. مزبوط. وبالتالي كمان الجزء الاخر ما يبقاش فيه اخطاء كبيره. أيوة. الاخطاء الكبيره ديت مع الفرق الكبيره بتستغلها. البايرن هيلعب بكره على فكره، لسه عنده ماتش بكره، عنده ماتش بكره، هيلعب ماتش بكره وبعدين المانيا وبعدين يجي على بعدين يعني بالنسبه لهم عادي هم بيلعبوا الاسبوع الزي. كان عندك تعقيب يا كابتن سامع على الكلام اللي قاله كابتن هاني وكابتن عادل؟ لا انا بتكلم انه ما فيش شك ان طموح النادي الاهلي كبير جدا جدا جدا، بس احنا كمان بنلاعب فرقه كبيره، هتلاقي يعني الالمان بالذات ما عندهمش شويه حته الميوعه يعني ايوه الميوعه والتراخي يعني تملي عندهم جديه. صحيح. فانا اعتقد من التويته اللي هم بعتينها من الكلام اللي اتكلموه قبل كده على النادي الاهلي مش هيبقى الماتش بيتلعب فيه دلع. ولذلك انا بقول انه الاستشفاء اللي هيتعمل للاعيبه النادي الاهلي والكلام معاهم في مجريات ال 90 دقيقه اللي هتحصل، وكمان بدايه اللقاء في الفرقه اللي هتبتدي والاحتياطي الخمسه او الاربعه على الاقل اللي هيكون لهم دور كبير، ازاي اداره المباراه في ال 90 دقيقه دي تبقى موجوده مع فرقه بايرن، لان الجزئيه اللي حصلت في اخر 25 30 دقيقه النهارده يمكن احنا قلنا حته الخوف على المكسب، حته التوتر، التملي هم بدنيا لانهم بيلعبوا في مستويات الدوري الاوروبي او الدوري الالماني في كميات الاحتكاكات والجري والنواحي البدنيه اكتر. ف اتمنى ان شاء الله ان اداره المباراه واللعيبه تكون جاهزه انها تقدر في ال 90 دقيقه تبقى برتم واحد،